الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني من أعظم الكبائر التي يقدم عليها الإنسان هي الربا، لا يخلو يعني نصوص القرآن قطعية في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع من أسس الدين التي حرمها أمام الجماهير وفي خطابه العام هو تحريم الربا. نعم. لا يخفى الربا له أضرار يعني اجتماعية واقتصادية وأيضا يعني دينية طبعا. نعم. الأضرار الدينية تأتي نتيجة لكل هذه الأضرار. صح إن شاء الله فضيلة الشيخ. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. أي إن كنتم تسمعون خطابي فاتركوا هذا السبيل وهذا النهج الذي سيكون له آثار مدمرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. نعم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب هنا تعلن من الله ورسوله. نعم. باعتبار الله عز وجل هنا الحرب شرعية فيخدم على فعل عظيم، والحرب من رسوله باعتبار هو نائب عنه، فكأن الدولة لابد أن تجعل هنالك قوانين رادعة وزاجرة لمن يتعامل بالربا، لأن أضراره كما قلت على المجتمع كبيرة جدا. لذلك اليوم حقيقة كثير من العوائل دمرت وسحقت بسبب هذا الأمر. يعني هو يأخذ ابتداء كما يعني يتصل بنا الكثير، يبدأ بعشر ملايين ثم لا يستطيع أن يسدد، يباع له الكرتات وهذه العملية أو القروض إلى أن يصل يبيع بيته ويبيع حاله وماله ويبقى مديون ويحبس. لذلك هذا الطريق مدمر، آثاره كبيرة جدا على كما قلت. نعم. طيب فضيلة الشيخ عفوا أرجع معك في نقطة في الآية الكريمة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني بخصوص معنى الحرب، ما كان المقصود بهذه الآية فضيلة الشيخ؟ يعني المقصود أن الله عز وجل ينزع كل أسباب التأييد والمعونة لهذا المجتمع ويدعه إلى نفسه، يكله إلى نفسه. لذلك سبحان الله المجتمع الذي يعيش في الربا أو يتعامل به أو يتعاطى به مبيحا له ومنسجما معه تكون آثاره سبحان الله منزوع البركة، يكثر فيه القتل والدماء والدمار والوبال. وهذه المجتمعات واضحة يعني، وهذا الذي يصير عندنا للأسف والله شيخنا، وهذا سبحان الله مجتمعنا اليوم هنالك إحصائيات مخيفة في جانب تعاطي المخدرات والقتل والخطف وإشاعة الخوف. ويعني ضياع البوصلة كما يسمى في هذا البلد سياسيا واجتماعيا. لعله بعض من آثاره كما يعني أرى في مجتمعنا حقيقة مع إباحة الدماء والاستهانة بها إباحة الأموال والتعامل بالربا. للأسف اليوم الدولة أيضا ربما تكون شريكة في بعض تعاملاتها، للأسف ما تستطيع أن تجد الشرع لما يحرم باب يفتح لك ألف باب. هنالك ألف باب يمكن للدولة أن تلجه تجتنب الربا وتساعد الناس وتحقق في نفس الوقت نهضة اقتصادية واجتماعية ويعني بعيدا عن ما هي المشكلة شيخنا اليوم؟ الكثير من الناس راحوا إلى أن يقول لك الدين سمح لي إذا أنا كنت مضطر وإلى آخره، ولهذا يتبعون هذه حجة ويروحوا يتعاملون مع هذه القروض. فاليوم أريد نوضح شنو هي يعني الشروط الموجودة للاضطرار اللي تجعل المواطن أنه يروح يأخذ الدين بالربا. يعني الاضطرار إلا من اضطر في مخمصة، الله عز وجل الاضطرار يقولون هو يعني ما يصل إلى الهلاك، يعني كأنه إنسان كما يشبه العلماء واحد غص بلقمة وإذا ما شرب ما يعني راح يموت. نعم. وبالتالي هذه المرحلة يباح له أن مثلا يشرب ماء لدفع اللقمة، أو واحد إذا ما أكل مرحلة الفناء راح يوصل إلى مرحلة الهلاك، عندئذ نقول له يباح له. طيب. أما الإنسان للأسف مثلا أحيانا يأخذ القرض كي يشتري موبايل، يأخذ القرض ليشتري سيارة، يأخذ القرض والله بيت أوسع وأكبر، هذا كله طبعا هذا كله غير جائز، هذا واضح. يعني إيلاج في محرم كبير عظيم، حتى أنه الأحاديث كثيرة وردت فيه يعني توبيخا. وأعظم الآثام وأعظم الكبائر التي يقع فيها الإنسان هو أن يقع في الربا.